عم عزيمة جاب العسل ده وبيقولوا انه عسل هايل، قال لي اديكي منه معلقة الصبح ومعلقة بالليل هتروقي وتسيبي وتبقي زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالهنا والشفا. عافاك الله وعافاه. أريدك الحين لما أرجع من عند الطبيب أنا وعمك عبد الله تسوي لي شوربة خضار مثل اللي سويتيها لي أمس. بس كده؟ ده أنا من عينيا الاثنين. يسلمولي، جيبي لي ملابسي حتى نروح. حاضر عيني. تلبسي العباية الحلوة دي؟ تسلمي حبيبتي. ألف سلامة عليكي يا ست أم جواد. شكراً على العسل يا أست عظيمة، ما كان له لازم. كله من خيرك وخير الشيخ عبد الله يا ست الناس. الله يعافيك. جاهز يا شيخ عبد الله حتى نروح؟ أنا جاهز يا حجة، يلا نمشي يا أست عظيمة. إذا تأخرنا عشي جواد يا توحة. السلام عليكم يا بنتي. عينيا يا حجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيني وبينك بصراحه انا مش طبيته، بس انا غرقان لفلوس. هلا هلا بتوحة. يلا حيا. الست الحاجة يعني كانت قالت لي انها لو هتتاخر برا احضر لك العشاء. شنو؟ احضر لك العشاء. طب تحب احضر لك العشاء يعني بعد ما اخش استحمى ولا قبل ما استحمى؟ اصل الجو النهارده كان حر قوي ملهلب، وبعدين انا قلت يعني اخش الاول استحمى وبعدين احضر لك العشاء اذا تحب. لا خليها بعد 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 ال بعد الحمام يعني. ايه بعد الحمام. طب ما قلت ليش تحب تاكل ايه؟ اي شيء من يدك زي العسل. خلاص خليها علي، أنا بقى هحضر لك العشاء اللي على مزاجي. وأنا نفسي أتعشى على مزاجك. ماشي يا سيكوي. البس قمصان نوم بكرانيش زي كرانيش مفرش السفره؟ لا يا عينيا ما يلزمنيش. يا 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 ست لونه، بس انت مش فاهمه، اصل انا بصراحه هو انت فاكرني واحده زي اللي انت بتروحي لهم في البيوت؟ لا يا عينيا، ده لاميا لونه اشهر رقاصه في شرق الهرم. خلاص يا حكم. يا ست لونه خلاص حقك عليا، انا المره الجايه لما اجيلك هجيب لك طلبك لغايه عندي. طلب ايه؟ ولا جايه ولا راحه، وانتوا شايفيني ايه؟ ان شاء الله المره الجايه نسيني كمان تجيبي لي قمصان نوم بكم. حكم. يلا يا بنت وز، دي واحده لسانها فلت وسطها زي. نعم يا دلعات انت وهي، في حاجه؟ لا يا ست لونه ابدا، بقول يعني ان بين الشاري والبيع يفتح لها يا حبيبتي، والباب يفوت جمل، وياك اشوف خليتك هنا تاني وفي المنطقه هنا تاني. بقولك يا ست لونه، والله العظيم انت عندك حق، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش تلبس قميص نوم بكرانيش. والله عندك حق، انت تلبسي كورنيشه واحده وتحطيها على دماغك. يا ريت يا حبيبتي والله، بس كان الله يسمح. انت فعلا فاضح في الطريق العام. يلا يا بنتي ده بوليس الاداب هيجي ياخدنا دلوقتي. اتفضلي اخرجي، خدي الباب وراك في ايديك ويلا. بنتي اخوك، خدي الباب وراك ولا خديه في ايدك. تحبي ناخد حاجه تانية؟ لا شكرا، مع السلامه. نسوان تسد النفس. يا نهار اسود ومنيل ب 60 نيله، ايه النسوان دي؟ قلت تقول لك إيه؟ انا عايز اخلع بس الجنون لا يسمح. انا ما شفتش كده خالص. ايه ده وز؟ ايه ده؟ خلاص بقى يا بيت، وفريدي جوزك ده عشان رايحين لزبونه تاني، لو شافتنا بالمنظر ده هتكرشنا. لا انت قلتي زبونه واحده بس. ما احنا بصراحه كمان دخلنا عماره بالغلط، وانا اقول برضو ازاي الولية اللي اسمها تغريد تعرف الاشكال دي؟ بس طلع العنوان غلط. بصيت على العنوان المكتوب لقيت العماره بالغلط. الاشكال ولا الوان، انا خلاص تعبت، انا مش حمل بهدله يا اختي. وبعدين شفت المستسيب دي بتعمل ايه؟ دي كانت تمد ايدها علينا. يا اختي خلاص بقى، ما احنا برضك لازم نستحمل الزبون، وانا يعني لقيت غيرها وقلت لا. انا مش بشتغل معاكي يا وز، انا بساعدك وخلاص، وللصبر حدود بصراحه.
وانا قلت حاجه يا اختي ما انا عارف، بس يعني انا قلت يعني نتسلى مع بعض في المشاوير بدل ما كنت بطخ المشاوير دي كلها لوحدي. سلاوه ايه ده؟ ده تهزيج وقله ادب. وبعدين قولي لي انا بلف معاكي من الصبح على رجليا ليه؟ جرايه بنتي يا خوخ، مش انت قلتي لي يا اختي عايزه اتسلى واشوف مصر ومش عايزه ارجع البلد؟ ادينا بنتسلى مع بعض يا خوختي. ولا خوختك ولا موستك. بص يا وز انا بحبك بس لاجل النبي ابعديني عن سكه الدلاله دي، انا خلاص ماليش طاقه استحمل الناس تسوي دول. يا بت يا هب انا الحق عليا اني بعلمك شغلانه تاكلي منها عيش بدل ما تتاكلي هنا في البلد. ما البلد ملياني شغل، يعني ما فيش غير سكه الدلاله دي؟ ادي على كتفك يا اختي، دوري لنا يا اختي على شغل. ما انت بتقولي مليان، ادينا بنتسلى في حاجه ناكل منها عيش، واللي نعرفه يا اختي احسن من اللي نعرفوش. طب لحد ما نلاقي شغل بقى نروح لناس بتلبس مش بتجلع، ماشي؟ عشان قله الادب دي. بتلبس مش بتجلع؟ والنبي يا بنت دي طلعتي دمك خفيف، يلا يلا شدي عجلك. قله الادب دي. مش هالجمال هذا كله والدلع هذا كله والدلال. لا 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 توحى توحى، ابغى اقول لك شيء توحى توحى، تراني هايم بهالعيون والهان توحى، تكفين حني على قلبي الهيمه يا عمري على الوقفه يا قلبي. ايوه قلبي عليك التاع. والنبي ده انت نمرة. تعال ما اقول لك تعالى. يا ويلي ويلا خش. يا جواد يا حبيبي. لا لا تخشك خلي كابور خد خابور كابور خد خابور يا ناس. جرى ايه يا مدام؟ ليه ما فيش حاجه عجبك المره دي؟ طب وعليا النعمه انا ما بطلع البضاعه الغاليه دي الا للزباين الغاليين اللي زيك بس. بصراحه بقى يا اشجان ذوقك مش بيعجبني، والناس بقى اذواق، وزه صاحبتك فهمتني وبقت تجيب لي حاجات على ذوقي. وزه؟ اه دي بنت شاطره ومجتهده وفوق كده ذوقها حلو قوي. لا وفوق كده كمان يا مدام قطعت ارزاق الصراحه. بتقولي ايه؟ بقولك يا مدام حطي عينك في وسط راسك احسن لك. بمعنى الصراحه يعني يعني بقولك ايه، انا بفهم في الناس كويس، والبنت دي مش حراميه، واللي بتعمليه فيها ده اسمه اذى. واللي هي بتعمله فيا ده اسمه ايه يا مدام؟ لما تحلق على زبايني تاخد زبايني من ورايا يبقى اسمه ايه يا مدام؟ اسمه اختي ارزاق. لا ده اسمه قطع ارزاق. بقولك ايه، اتكلي على الله، انا ما احبش حد يعكر مزاجي وانت عكرتي مزاجي. لا على ايه، حقك علينا. الأرزاق على الله. يلا اتكلي على الله. الله يخليك يا مدام. مع السلامه.